أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالدعم الكبير الذي قدمه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي يتجلى في الكثير من المبادرات الرائدة. كان أحدثها العفو الشامل والإفراج عن 457 محكوما بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم. جاء ذلك في على هامش مشاركة رئيس البرلمان العربي في المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي عقد في مقر أكاديمية الشرطة بجمهورية مصر العربية. بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية نشيد بالمبادرات البحرينية في تعزيز ملف حقوق الإنسان، نشيد كذلك بالعفو الملكي الأخير الذي أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم ملك مملكة البحرين بالعفو عن 457 نزيل والذي يأتي ضمن حرص جلالة الملك حفظ الله ورعاه في إعطاء الفرصة لهؤلاء لكي يندمجوا مرة أخرى الاندماج السليم في المجتمع البحريني. بلا شك المبادرات البحرينية كثيرة ومتنوعة في موضوع حقوق الإنسان مثل إطلاق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، كل هذا يأتي ضمن حرص مملكة البحرين على تعزيز هذا الملف الهام.